علشان احنا نقف ونقول حريه. تحيه كبيره جدا ليهم يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا انا متعود ان انا بسمع صوت مصر. السلام عليكم. اولا بالنسبه لحته التورته اللي قالوها او اللي الاستاذ قالها قبل مني، يا جماعه مصر مش تورته ولا تقسيمه، اللي فكر ياكل حته تورته هي حته سم احنا حطيناها له، لكن شعب مصر لسه بيصنع كبيره ومحدش كل ومحدش هياكل شعب مصر، لان مصر كبيره. صح ولا ايه؟ التورته لسه بتتعمل، محدش حد فكر يمد ايده، اللي يمد ايده يقطع حته من مصر، اتقطعت ايديه، لان شعب مصر اهو لسه بيصنع الحريه والكرامه ولسه بيصنع العداله، مش كده ولا ايه؟ انتم اللي بجمعكم الطيب ده هو الساعه ده هي اللي انتم قاعدين فيها، رئيس الوزراء مترعب منكم وبيفكر في وزراء جديد، انتم اللي عملتم التغيير الوزاري، انتم اللي شكلتم كل حاجه، انتم اللي اسستوا المجلس العسكري، انتم اللي ادخلوا المشير، انتم صنعتوا الحريه، الساعه اللي انتم قاعدين فيها ده ايه؟ الساعه دلوقتي ديت احنا لسه جايين من هناك. بيفكروا يعملوا ايه؟ عرفوا ان شعب مصر وشباب التحرير عايزين حريه حقيقيه علشان بيصنعوا التغيير. تحيا مصر! تحيا مصر! وحياة دم كل شهيد! وحياة دم كل شهيد! وحياة كل شمس بتحرقكم وانتم واقفين! وحياة كل واحد فيكم ساب مراته واولاده عشان يتابع الحريه! وحياة كل ام فقدت ابنها، وحياة كل بنت اتيتمت، وحياة كل ست اتنمرت. ما هنسيب دم الشهيد، ما هنسيب دم الشهيد تاني. السلام عليكم.